السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلبة، طلبة الصف الثالث الثانوي الفرع الأدبي. أتابع معكم دروس مادتنا، مادة التاريخ، وقد وصلنا في هذه المادة إلى الفصل الرابع، الدرس 54. وكالعادة كما تعودنا في بداية كل درس نستذكر معا الدرس السابق. ودرسنا السابق كان بعنوان وعد بلفور عام 1917. تعرفنا على وعد بلفور، لماذا سمي بهذا الاسم؟ وقلنا أنه سمي بهذا الاسم لأن بلفور وزير خارجية بريطانيا هو الذي أعطى هذا الوعد والتصريح بمساعدة الحركة الصهيونية لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وأيضا تعرفنا على الخلفية التاريخية لإصدار الوعد ومحاولات الحركة الصهيونية للاستيطان في فلسطين قبل الحصول على هذا الوعد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وقلنا أنهم عرضوا على السلطان عرضا سخيا، وطبعا قلنا أن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني رفض السماح لهم بالاستيطان في فلسطين ورفض عرضهم، وقال لهم أنه لا أن فلسطين ليست ملكه وأنها ملك الأمة الإسلامية، ومنعهم من الهجرة والاستيطان في فلسطين، مما أثار غضب اليهود والحركة الصهيونية على السلطان عبد الحميد الثاني، وجعلهم يساندون معارضيه جماعة الاتحاد والترقي في عملية الانقلاب عليه وسيطرتهم على السلطان وإنهاء الخلافة الإسلامية. أيضا قلنا أن الحركة الصهيونية قامت بالبحث ومحاولات فاشلة لإقامة وطن قومي لهم في ليبيا أو أوغندا، إلا أن هذه المحاولات فشلت لأن هذه المناطق لم تحظ على إعجابهم بسبب مناخها وعدم وجود المياه الكافية فيها وارتفاع الحرارة. أيضا قلنا أن الحركة الصهيونية كانت تستغل كل ظرف وكل وقت لتحقيق هذا الحلم والمشروع القومي لديهم، فاستغلوا ظروف الحرب العالمية الأولى بدعمهم لبريطانيا والحلفاء مقابل دعم بريطانيا لهم في تحقيق مشروعهم. أيضا قلنا في درسنا السابق أن بريطانيا حاولت تأجيل هذا الموضوع والتفاوض فيه ريثما تنتهي من مفاوضاتها مع الشريف حسين و تحقق نصرا أو تقدما في الحرب، وأيضا كي لا تغضب حليفتيها فرنسا وروسيا، حيث قامت بالاتفاق معهما في اتفاقية سايكس-بيكو على وضع فلسطين في منطقة دولية أو تحت إدارة دولية، إلا أن الحركة الصهيونية وجماعة هذه الحركة وأعضائها لم يستكينوا لذلك، وقاموا باختراق الدوائر البريطانية، وذلك بفضل اليهودي البريطاني هربرت صموئيل الذي قام بتوقيع اتفاق مع بريطانيا، طبعا اتفاقا مبدئيا، وقدم لها مشروع عن الأماني اليهودية والصهيونية في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إلى أن قامت بريطانيا بتبني هذا المشروع والموافقة عليه. وقلنا أن وعد بلفور صدر عن الحكومة البريطانية في 2 نوفمبر تشرين الثاني، ومضمونه طبعا يصرح ويوضح أن بريطانيا أو حكومة بريطانيا ستسعى لتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. طبعا هذا ما تعرفنا عليه في درسنا السابق. درسنا اليوم وعد بلفور عام 1917 الجزء الثاني. سنتعرف أيضا على تفاصيل أخرى بخصوص وعد بلفور. طبعا وعد بلفور كما قلنا هو موضوع هام جدا لا يقل أهمية عن اتفاقية سايكس-بيكو، والموضوعين هامين وكان لهما تأثيرا خطيرا وكبيرا على منطقتنا العربية. طبعا بلفور كما قلنا سابقا هو وزير خارجية بريطانيا في عام 1917، ونص الوعد كما هو واضح أمامنا إلى جانب الصورة، سأقرأه كما كتب. طبعا
طبعا هذا النص الوعد حرفيا كما كتبه وصرح به بلفور وزير خارجية بريطانيا. في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني سنة 1917 صرح بلفور بهذا التصريح كما يلي: عزيزي اللورد روتشيلد. طبعا روتشيلد هو زعيم الحركة الصهيونية في تلك الفترة: يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته. طبعا أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. وسأكون ممتنا إذا ما أحطم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. المخلص آرثر بلفور. هذا نص الوعد، وعد بلفور حرفيا كما صدر عن بلفور أو آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا إلى زعيم الحركة الصهيونية روتشيلد. دوافع أصدار هذا الوعد: لماذا أصدرت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها هذا الوعد أو هذا التصريح؟ وهي كما قلنا في درسنا السابق حاولت تأجيل الموضوع لعامين مقبلين. أولا، رغبة بريطانيا باستمالة العناصر اليهودية الموجودة في سائر أنحاء العالم وكسب تعاطفهم إلى جانب الحلفاء. رأت بريطانيا أن اليهود المنتشرون في سائر أنحاء العالم سيتعاطفوا مع بريطانيا وحلفاء بريطانيا في الحرب العالمية ضد أعدائها إذا ما أصدرت هذا الوعد للحركة الصهيونية. ثانيا، رغبة بريطانيا في دعم يهود روسيا لها. طبعا روسيا كانت من حلفاء بريطانيا، وفي نفس الوقت طبعا عندما قامت الثورة الروسية في روسيا عام 1917 في نفس العام تغير نظام الحكم في روسيا، و طبعا خافت بريطانيا من موقف روسيا أن يتغير تجاهها، فطبعا أرادت من إعطاء اليهود هذا الوعد أو هذا التصريح أن تكسب دعم اليهود الموجودين في روسيا، وهم موجودين بعدد كبير ولهم تأثير كبير على السياسة في روسيا وتسيير وقرارات الحكومة الروسية. أيضا رغبة بريطانيا في كسب صداقة يهود النمسا وألمانيا ودعمهم لها. طبعا النمسا وألمانيا كانوا في الحرب العالمية الأولى أعداء لبريطانيا في الحرب، وأرادت بريطانيا من هذا الوعد أن تكسب صداقة اليهود الموجودين في هاتين الدولتين، وأن يكونوا عيونا لبريطانيا وحلفائها على تلك الدولتين على النمسا وألمانيا، وفي نفس الوقت يكون اليهود في تلك الدول شوكة وسلاحا ضد النمسا وألمانيا لصالح بريطانيا، فضلا عن طبعا الدعم الإعلاني والدعم المعنوي والدعم الاقتصادي. أيضا رغبة بريطانيا بجعل فلسطين منطقة نفوذ لها. طبعا بريطانيا عندما فكرت في الأمر وجدت فيه مصلحة كبيرة، ورأت أن وطن قومي لليهود في فلسطين سيكون امتداد لنفوذها في المنطقة وقاعدة لحماية مصالحها في المنطقة، وطبعا في نفس الوقت يكون حاجزا ما بين مستعمرات بريطانيا في إفريقيا ومستعمرات فرنسا في بلاد الشام، فيكون حاجزا فاصلا عازلا بين الطرفين، ويكون محطة رئيسية على طريق الهند لحماية مصالح بريطانيا.
خامساً سد العجز المالي لبريطانيا عن طريق اليهود. طبعاً المعروف عن اليهود والحركة الصهيونية والجمعيات اليهودية المنتشرة في كل أنحاء العالم أن اليهود هم أغنى شعوب الأرض ويسيطرون على نصيب أو قسم كبير من الثروة في العالم. فوجدت بريطانيا في ذلك متنفساً أو فرصة لسد العجز المالي الذي كانت تعاني منه بريطانيا في فترة الحرب بسبب طبعا ظروف الحرب وتسليح الجيوش وتسييرها وكل هذه المشاريع. سادسا التمهيد للمطالبة بأن تكون فلسطين من نصيبها في غنائم الحرب. طبعا بريطانيا لم تكن قادرة أن تواجه حلفائها فرنسا وروسيا بمطالبتها بفلسطين، لأنهم اتفقوا أن تكون فلسطين منطقة دولية حسب اتفاقية سايكس-بيكو، ورأت أنها إذا أعطت هذا التصريح أو الوعد لليهود فستكون قادرة ومن موقف ومركز قوي أن تطالب بفلسطين تمهيدا لإعطائها لليهود فيما بعد. سابعا رغبة بريطانيا في تبني فكرة الوطن القومي لليهود لتحقيق كل هذه المصالح ومصالحها خاصة في المنطقة. طبعا لدينا أيضا نتائج إصدار وعد بلفور. طبعا من أهم نتائج وعد بلفور، أولا غرس عصابة غريبة في المنطقة لتكون أداة طيعة في يد الاستعمار وأعوانه وخاصة وعلى رأسهم بريطانيا وحلفائها. ثانياً تحويل الكفاح العربي من أجل تحقيق الحرية والاستقلال من مواجهة مباشرة مع الاستعمار إلى مواجهة ثانوية. ثالثاً استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق العربي. رابعاً منع قيام وحدة عربية كاملة بين المشرق العربي والمغرب العربي. خامساً عرقلة كافة خطط التطور الاقتصادي ومشاريع التنمية في البلاد العربية. طبعا هذه النتائج كانت جلية وواضحة فيما بعد للعالم العربي والعالم بشكل عام أن زرع هذه العصابة في فلسطين كان له نتائجه الخطيرة على الوطن العربي بشكل عام وعلى فلسطين بشكل خاص. وبالفعل لم تعد المنطقة آمنة، ودائما يوجد حالة عدم استقرار وحروب من وقت إلى آخر. أيضا كان لها دور أساسي وكبير في عدم توحد الجهود العربية في أي مشروع أو أي مجال من المجالات، وعرقلت كل هذه المشاريع وخاصة المشاريع الاقتصادية. طبعا نتوقف عند هذا الحد من موضوع وعد بلفور، وسنتعرف في الدرس القادم على صدى وعد بلفور على الدول العربية في درسنا القادم. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.